الذي يجري الآن في قطاع غزة هي معارك شرسة حقيقة، وذلك في ثلاثة محاور. المحور الأول هو المحور الشمالي، تحديدا عند بيت لاهي بيت حنون. المحور الثاني هو جنوب مدينة غزة، والمحور الثالث كما فهمنا من مراسلينا هو في منطقة المغراقة. هذه المحاور الثلاثة التي فيها دبابات إسرائيلية والتي تقوم بالزحف البطيء. يبدو بأن هدف العملية العسكرية الآن هو حصار مدينة غزة. القصف الذي أصاب أيضا بجباليا أمس كان الهدف منه هو إبعاد المدنيين وإخافة المدنيين، وذلك للهرب من تلك المنطقة. وبالتالي سقوط جبالي سوف يؤدي أيضا إلى إسقاط مدينة غزة بعد أن تبدأ الجموع الفلسطينية بالمغادرة، ولكن لغاية الآن لم يغادر السكان من تلك المنطقة، ويستمر الطيران الحربي الإسرائيلي بالاستمرار بقصف غزة. ولكن الذي حدث أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل لغاية الآن منذ بداية هذه المعركة البرية نتحدث عن 12 جنديا إسرائيليا. 7 من أولئك الجنود قتلوا في مدرعة النمر بانثر على الأقل. هذا يعني بأن هذه المدرعة لم تستطع الصمود قبالة الياسين، وهو عبارة عن قذيفة أرض التي عمليا هي محلية الصنع بابتكار فلسطيني، ليست الكورنيت. وهذا يعني بأن هنالك قدرات فلسطينية على تدمير هذه المدرعة. المؤسف عند الإسرائيليين كما يقولون بأن هذه المدرعة أنفق عليها مئات الملايين من الدولارات، وذلك لأنها تتجسد كمدرعة متنقلة لنقل الجنود، ولكن في هيكل هو للمركافة، ألا وهي الدبابة الإسرائيلية، فخر الصناعات العسكرية الإسرائيلية. ضرب هذه الناقلة يقلل من الروح المعنوية عند المقاتلين والجنود الإسرائيليين، لأن ذلك يعني بأن هذه المقاتلة قد فقدت أهميتها تحديدا في حماية أولئك الجنود الإسرائيليين. هذه الناقلة نفسها رأيناها في جنين عندما تم ضربها من قبل المقاتلين الفلسطينيين بلغم، نتفكر ذلك. ولكن هذه المعارك الدائرة الآن أيضا يتم استخدام فيها قدرات عسكرية من قبل حماس مختلفة، ليس فقط الياسين. تم أيضا إسقاط مجموعة من القذائف عن طريق الدرونز التي تمتلكها حماس، وذلك بإسقاط هذه الصواريخ بشكل مباشر. ولذلك نحن نرى بأن كل الدبابات، كل المدرعات الإسرائيلية على أعلاها يوجد هنالك شبك حديدي. هذا الشبك الذي استحدث فقط في هذه المعركة، وهو لحماية المدرعات الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية من إسقاط هذه القذائف بشكل طولي. ويعني ذلك أن هنالك خشية من هذا التمدد. ولكن الدبابات الإسرائيلية صلاح تتحرك ببطء شديد بعد أن يتم ضرب كافة المناطق من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي بهذه القدرة. بنيامين نتنياهو وأيضا جالنت قبل قليل خرجا بتصريحات بأن هذه العملية العسكرية صعبة، هنالك إصابات. ولكن بعيدا عن القتلى الإسرائيليين، نحن لغاية الآن لم نصل إلى العدد الحقيقي والمحدد والمعلن رسميا من قبل الإسرائيليين حول عدد الجنود المصابين. مستشفى زيف موجود في الشمال في صفد، يتم الآن نقل الجنود من تلك المنطقة إلى منطقة زيف بالشمال. السؤال لماذا طيب. لم يتم نقلهم إلى المستشفيات الأقرب أحمد أو على الأقل مستشفيات القدس أو مستشفيات معي دلبي. أحمد لننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا، حيث دمر مربع سكني كامل بقصفه قبل قليل فوق رؤوس ساكنيه. إذن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مربعا سكنيا في مخيم جباليا، وهنالك معلومات أولية تشير إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى. مجزرة جديدة ترتكب الآن من قبل طائرات الاحتلال في مخيم جباليا، تدمير مربع كامل سكني كامل بقصفه قبل قليل فوق رؤوس ساكنيه. تفضل أحمد أكمل. إذن هذه التحرك البطيء للمدرعات الإسرائيلية يسبق كما قلت أنت تماما المجازر التي تحدث في منطقة جبالي، لأن جبالي هي تشكل العمود الأساسي لإسناد مدينة غزة. والهدف الإسرائيلي الآن هو ليس تهجير الناس فقط، ولكن إحكام السيطرة على هذه المدينة بشكل كامل، سواء من الشمال من الشرق والآن من الجنوب. بشكل نحن بثبتنا نراه شارع صلاح الدين بات إما مقطوعا أو شبه مقطوع، وذلك بتمدد الدبابات الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق القذائف على هذا الشارع. اللافت أيضا بأن القيادة السياسية الإسرائيلية بدأت تتحدث حول الخسائر، ولكن كنا نتحدث قبل قليل حول الجرحى. لغاية الآن نحن لا نعلم عدد الجرحى، وهذا كله المعلن. يعني هنالك أكيد من المعلومات التي لن يعلن عنها الجيش الإسرائيلي تحديدا فيما يتعلق بالعمليات الخاصة التي يقوم بها سواء نجحت أو فشلت. كل التصريحات العسكرية الإسرائيلية تشير بأن هنالك استطاعة للوصول إلى مراكز التحكم، مراكز الاستطلاع، مخازن الأسلحة، ولكن ذلك أيضا يقابل البيانات الخاصة من كتائب عز
المحتجزين القسام التي تقول بأن هناك 7 من المحتجزين الذين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على جباليا. وهذا يعني أيضا بأن القسام التي أضافت بأنه تم استهداف مجموعة من المدرعات الإسرائيلية بالمضادات الأرضية أو بإسقاط هذه الدرونز. هنالك رواية فلسطينية تؤكد على أن هنالك شراسة في القتال. نحن نتحدث عن المدنيين الفلسطينيين الذين نتحدث معهم في قطاع غزة الذين يقولون بأن كل المنطقة الشمالية والشرقية تشهد قتال مستمر منذ 24 ساعة لم يتوقف لغاية الآن. الجيش الإسرائيلي يمتلك كل المدرعات التي يمكن لها طيب. أن تجتاح قطاع غزة في أقل من ساعة. عفوا على هذه المقاطعة أحمد، ولكن استكمالا لسلسلة الأخبار العاجلة كبيرة للمدرعات التي تردنا الإسرائيلية.